مساكم الله بالخير، ولا نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع احلى وجه المتابعين. ويا هلا والله وغلا وكرت الحلا، وكل عام انتم بخير وعساكم العواده. والله اننا نغبطكم، يعني نغبطكم مو بحسدكم، نغبطكم انه نتمنى نعيد معكم هالليله ونفرح معاكم، لكن عسى الله يسعدكم ويجعل كل ثانيه تقضونها بزياره احبابكم واهاليكم واقاربكم في ميزان حسناتكم. اي عاد احرصوا على صله الرحم، خلوا عنكم السيربيري. ها حلقة جديدة من صح عليك، وعندنا سؤال جديد، بس تبون السؤال نقوله بعد هالفاصل. سؤالنا هالمرة جميل وعسكري عشان تعرفون اني عندي حسة مني. هلا باللي يتابعنا. سؤالي: ماذا يطلق على أول الجيش؟ ماذا يطلق على أول الجيش؟ خلونا نشوف الأجوبة. فيها شيني ميني وفيها كيني ميني. هيا تعال. كل عام وانت بخير. وانت بخير. معك الشاشة والأهل والأقارب يتابعونك، وش تقولين لهم؟ كل عام وانتم بخير، وانتم العايدين والفايزين، وان شاء الله هيك يرجع كل العالم خير وسلام ان شاء الله. الله يخليك. ماذا يطلق على أول الجيش؟ على أول الجيش؟ الجيش لهم مسميات، أول الجيش وش يسمونه؟ جيش كيف يعني؟ ما فهمت. يعني في مجموعات، الجيش يقسم لمجموعات. المجموعة الأولى أول الجيش، يعني اللي يشاهدون المواقع، ما يسمونهم أول الجيش. المشكلة واضحة إن الأخت ما لها في الحروب والمشاكل. ما فهمت عليك يعني شلون؟ يعني فهمني. ماذا يطلق على المجموعة الأولى، أو ماذا يطلق على أول الجيش؟ هو أول الجيش بس، ما في هيك غير أول الجيش. بس فيها هي الإجابة بحرف الطاء. الطاء. طابور؟ لا مش الطابور، نفسها قريبة منها. بعرف عن الطابور. طيب خلنا نشوف غيرك وارجع لك. اوكي ان شاء الله. يعطيك العافية. معنا واحدة من الأخوات، نتعرف على اسمك. فهد. فهد ولا فهدة؟ فهدة. اي فهدة. من وين يا فهدة؟ من القصيم. ونعم، هلا والله بفهدة من القصيم. فهدة، ماذا يطلق على أول الجيش؟ أول جيش، جيش أحس الحريم طاحوا معي في بداية الحلقة، والسؤال عسكري. سهل؟ سهل 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 سهل, سهل الموضوع، سهل للحريم. إي سهلة، أبيك تسهل للحريم، سهل للحريم الموضوع. أوه تقول سهل للحريم. اختيارات اختيارات بحرف الطاء. يلا طاء. وش أول إيش؟ ماذا يطلق على أول الجيش؟ الجيش جيش 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 الطاء، حرف الطاء؟ الطاء. جيش الطن. جيش ايش؟ ماذا يطلق على اول الجيش؟ الجيش ما في؟ لا اسمه سهل الموضوع، سهل. واحد. ايوه. اثنين. لا استنى استنى. ثلاثة. أربعة. سهل الموضوع، سهل. ما نقدر ما نقدر. يعطيك العافية يمه. الله يرضى عليك. طيب معنا واحد من الشباب تشارك معنا. معنا الغالي، تعرف على اسمك؟ ياسر العتيبي. راشد، سؤال عسكري ولا مو بعسكري؟ لا عسكري. حلو، ان شاء الله انك بتجاوب على السؤال وبعطيك هدايا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. وعيدك مبارك. على انا وعليك تبارك ان شاء الله. ماذا يطلق على اول الجيش؟ كفايه يا نشمي، كفايه يا عسكري، ثابت يا عسكري، استريح يا عسكري. يطلق على اول الجيش حرف الطاء. طابور. الطابور. طابور. ايه الطابور. اجابه غلط. تعالي معنا تشارك معنا. ها من يشارك؟ تشارك معنا. تعال يا كابتن، تعال. طيب تفضل معنا. ماذا يطلق على اول الجيش؟ طلايع الجيش. طلايع وطليعه. طليعه. برافو عليك، صح عليك، نقول صح عليك، برافو عليك. اعطونا جايزتين كذا جميله، العطر، واعطونا عطر، اعطونا الركن السويسري، ساعه مقدمه من ركن، يعطيك العافيه. الركن السويسري، وهذا عطر ومكياج. ايه يعطيك العافيه. السويسري هذه الساعه بس اهم شيء. وعطر مكياج. الله يعطيك العافيه. هذا من العيال. مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرين معكم بعد لا 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 ضيعني الكابتن، لانه تعبونا الاخوات ما عندهم اجابه. احنا بنفوز العالم، العالم فرحانه واستانسه، ونجي احنا يعني مثلا نقول لهم غلط غلط. لا شفنا سؤال سهل يا الحبيب. فاصل وراجع لكم. ورجعنا لكم من جديد مع سؤال جديد وصح عليك.
واللي ما يطول العنب اكيد انه قزم، والباب اللي يجيك من ريحه اكيد انه تجار مركبه غلط، والانسان مثل ابن ادم اذا توفى مات. فهمتوا علي؟ طبعا سؤالي كذا قريب كذا نفس الطريقه هذه. سؤالي هالمره، ما هو الشيء الذي اذا جاع، او عفوا ما هو الشيء الذي لا يتكلم ولكن اقرب، ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاع كذب واذا شبع صدق؟ ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاع كذب واذا شبع صدق؟ خلونا نشوف. يلا بسم الله، معنا الغالي، تعرف على اسمك، تعال. طيب من يشارك معنا؟ طيب تفضل معنا، نتعرف على اسمك. طارق حسين. اسمك كريم؟ طارق حسين. من وين؟ من اليمن. حي الله اهل اليمن، وتحية لاهل اليمن، واسال الله ان يعم الامن والامان لاشقائنا في اليمن وقلوبنا معكم، والنصر لجنودنا على الحد الجنوبي وجميع حدود المملكه، واسال الله ان يعم الامن والامان لاحبابنا واشقائنا، قلوبنا معكم اكيد. اخوانك في اليمن يتابعونك على شاشه القناه السعوديه، بتعيد عليهم، وش تقول لهم؟ كل عام وانتم بخير. طمنا، طمنهم، قول الاوضاع زينه. الاوضاع زينه والله. هنا زينه بس عندكم هناك ان شاء الله زينه. ان شاء الله تكون زينه. طيب سؤالي، ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاع كذب واذا صدق شبع؟ اذا جاع، ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاع كذب واذا اذا شبع صدق؟ هذا السؤال صعب. ما في اختيارات. ما في خيارات. اي خيار شيء. خيار دقيقة، في طماطم يا شباب. شكرا لك. معنا الغالي، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وعيدكم مبارك. الله يبارك فيك. وعساكم من عواده. الله يجزاك خير. والله يزوجك. امين. واضح انك مرة تبي الزواج انت. نسوي. الحين تخلي ام العيال تدعي علي، انا وش ذنبي طيب؟ لا لا انصب عليها بس لا تجلد. يمزح تمزح؟ ناكل سحر. طب استغفر استغفر. سؤال، ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاع كذب، يعني كذب او كذب، واذا شبع صدق؟ الخزان والدينمو. الخزان والدينمو، كيف عرفت؟ شبع كذب، رن عليك اذا شبع يكذب. يكذب اذا شبع. ايه فكر، ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاع كذب واذا صدق اذا جاع كذب واذا شبع صدق؟ والله الحركة دي واضح ان فيها ان هذه صدق. صحيح. واذا شبع كذب. صحيح. الحلم ماذا؟ ايش الحلم؟ الحلم تأكد؟ لا ما هو اكيد بس توقعات. يا حبني لك، نقول الزواج زين. ايه ان شاء الله اذا كثرت الدراهم. شكرا لك، يعطيك العافيه. طيب عندنا واحد من الشباب، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحه. سؤالي الله يسلمك، ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاء كذب واذا صدق واذا شبع صدق؟ اذا جاء كذب واذا شبع صدق، صار صادق. ساعه. ايش؟ ساعه. ساعه. ما هو الشيء الذي لا يتكلم اذا جاء كذب واذا شبع صدق؟ وشو؟ ساعه. صح عليك، يعطيك العافية، برافو عليك، سلم على المتابعين وعيد عليهم. يلا كل عام هم بخير ومبروك العشر الأواخر. الله يسلمك، والعيد المبارك. عيد مبارك إن شاء الله. الله يسعدك. هذه مقدم من ركن سويسري، ركن سويسري، يعطيك العافية. أعطونا عطر مكياج. إي هذه من ركن سويسري، هدية تستاهل. الله يجزاك خير. وهذه من عطر مكياج. الله يعطيكم العافية. تبي ولا خلاص؟ لا نبي بعد. طب 50-50؟ 50-50. وهذه 500 ريال كوبون مقدم من العربيه للعود، خذ اللي تبي. الله يجزاكم خير، شكرا لك. على اتفاقك ولا؟ اتفاقنا، مشينا وياك سوا. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك. طيب مشاهدي الكرام، مستمرين معكم مع سؤال جديد، وعيد مبارك، وانبسطوا واستانسوا بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد مع اسئلتنا الممتعه والشيقه في هالعيد، وعسى الله يسعدكم وما كنتم. قولوا امين. يا حبي لكم. طيب عندنا الان سؤال جديد، وسؤال يعني لمحبين التاريخ والقراءات في العصر التاريخي والمكاتب والكتب. سؤال هالمره، ما اسم اقدم مكتبه في العالم الاسلامي؟ ما اسم اقدم مكتبه، اقدم مكتبه في العالم الاسلامي؟ طيب عندنا واحده من الاخوات بتشارك معنا، من بيشارك معنا؟ يلا تفضلي معنا اختي، شو اسمك؟ نوره.
نورة، ما اسم أقدم مكتبة في العالم الإسلامي؟ خذ جوائزك يلا، جوائز مو جائزة واحدة. طيب ها؟ والله ما في مساعدة، لأنها أول سؤال، نساعد رابع واحد، خامس واحد. عكاظ عكاظ عكاظ. إجابة غلط. طيب عندنا واحدة عندنا طيب عندنا تفضلي معي، تعرف على اسمك؟ تعالي معي هنا. طيب عندنا من يشارك معنا؟ تفضل معي. ما اسم أقدم مكتبة في العالم الإسلامي؟ فكري يا الحبيب ولا تلطعني وخليك قريب قريب. صحيفة في العالم الإسلامي؟ عكاظ. عكاظ إجابة متأكد؟ غلط. تفضل معي تعالي معنا، تعرف على اسمك؟ غادة محمد. من وين؟ من الرياض. من هنا من الرياض. حيا الله أهل الرياض. سؤال، ما اسم أقدم مكتبة في العالم الإسلامي؟ دار الحكمة. حلو. متأكدة؟ ايوه. عشان أنا المشاهدين ينتظرون الإجابة. ايوه. متأكدة؟ ايوه غلط. وين طيب، وين دار الحكمة؟ ما أدري. دار الحكمة وين؟ ما تدرين؟ لا. نقولها صح عليك، إجابتها صحيحة، دار الحكمة في بغداد تعتبر أقدم مكتبة في العالم الإسلامي. وعطونا الهدايا، وعلى بال ما توصلنا الهدايا هني أو تهني مين في عيد الفطر المبارك؟ طبعا أهني الأهل والوالد والوالدة والإخوان والخوات وجميع الأصدقاء والزملاء. هذه 500 ريال قسيمة مشتريات مقدمة من العربية للعود، تستاهلين. تسلم يا رب. تسلم. وأيضا عندنا الركن السويسري أعطوك ساعة، عاد ما أدري رجالية ونسائية، هذا عاد بينك وبينهم، ان شاء الله ما يقصرون معك. ان شاء الله. تسلم. مشكور. لسه كمان عندنا هذا عطر ومكياج مقدم ايضا من محل عطر ومكياج، تستاهلين. تسلم الايادي. يعطيك العافيه. الله يديك. وكان جوابنا او جواب الاخت معانا هي دار الحكمه في بغداد، هي اقدم مكتبه في العالم الاسلامي. سؤال جديد وتفاعل جديد وحماس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، في هالعيد المبارك أجواء ممتعة صراحة، وزي ما قلت لازم إن شاء الله يعني عقب هاللقاء نكمل العيد مع الأهل وننبسط ونستانس. يا هي سفرة ولا تمشي يا أمشي لكم، استانستوا معنا في شهر رمضان المبارك، واليوم حنا في أجواء العيد الفطر المبارك. معنا واحد من الأباء يناظرني وكنه يراقبني. السلام عليكم، مساك الله بالخير. سلام. مساء النور. وكل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير. وعيدك مبارك. الله يبارك فيك. عندي سؤال إن جاوبت عليه بعطيك الهدية، وليس هدية بل هدايا من الجمال. الله يسلمك. ما هي أول دولة استخدمت التلفاز؟ أول دولة ممكن اليابان. إن شاء الله. شلون عرفت؟ والله كذا. طب لو طلعت غلط؟ طيب نخلط. عش نسوي شكوى. الله شكوى. نقول إجابته للأسف غلط. وما زلنا مستمرين معكم في سؤالنا، من هي أول دولة استخدمت التلفاز؟ نتعرف على اسمك. سمحة متعب العرياني. يا هلا والله سمحة، الأهل يتابعونك والأحبة والأقارب، نبيك تعيدين عليهم. أقول لهم كل عام وأنتم بخير وعساكم دايم معي. الله أمشي معك. إن شاء الله. الله يسعدكم ويحفظكم ويجمعكم على خير إن شاء الله. آمين إن شاء الله. سؤالي، ما هي أول دولة استخدمت التلفاز؟ وخذي جائزتك وخليك متأكدة، فكري. أمريكا. ليش قلتي أمريكا؟ لأنه مر علي ذا السؤال من قبل. وين مر عليك؟ ما ادري والله. اختبار ولا تقريبا شيء زي كذا تقريبا. صح عليك، نقولها صح فعلا، امريكا هي اول دوله استخدمت التلفاز، وتستاهل هديه، مو هديه هدايا، هذه هديه مقدمه من العربيه للعود 500 ريال، تستاهلين. شكرا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. وهذه ايضا ساعه مقدمه من الركن السويسري. شكرا يا الركن السويسري، دائما تحرجون. الله يسعدكم. والعربيه للعود وعطر ومكياج، تفضلي طال عمرك، تستاهلين. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا. مشاهدي الكرام، ما زال العديد من الأسئلة والحلقات الجميلة والممتعة. هالمرة ما راح ناخذ أسئلة، بناخذ ولا عندنا وقت ناخذ آخر سؤال ثم نختم حلقتنا. خلونا نشوف. آخر سؤال في حلقتنا هالليلة، وجميل الكل يتفاعل معانا، وما شاء الله تبارك الله اليوم البرنامج حقق نسبة مشاهدة ما شاء الله، ويوم نزلنا الميدان ما شاء الله الكل بده يشارك. مو عشاني عشان الجوائز، لا لا معليش،
انت اللي تقول الجواب ذا مو صحيح. الكل متفاعل ومبسوط ومستانس ويعيد وبدون اي تكلف وببساطه وعفويه مع واحد من الشباب الجميلين او الهلال او الاتحاد او النصر او الاتفاق. بعيدا عن العنصريه نتعرف على اسمك. حمود بن نايف الثقيل. ما شاء الله حمود قاعد يلحقنا من اول المول. بنشارك يا اخي. ها؟ بنشارك يا اخوي. واذا ما فزت؟ ما علي ان شاء الله. ان شاء الله نفوز. ان شاء الله. ما هي اول ترى ما هي مساعدات. دائما اول واحد يطلع معي في اول لقاء يجيب العيد. ما هي تسلك لي انت؟ ما تسلك لك بس ان شاء الله نفوز. ما هي اول دولة استخدمت آلة الطباعة؟ ومين يفكر؟ يلا 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 يا ولد تكفى يا صلعة. لا تقول تكفى، يكلم واحد يقول تكفى يا صلعة، واحد مصلع من الشباب هنا. ما هي أول دولة استخدمت الطباعة؟ أول دولة استخدمت الطباعة؟ كوريا. كوريا. ونقول غلط عليك ومعليش يا قلبي. طيب تفضلي معانا وما زلنا مستمرين معكم. معنا واحدة من الأخوات، نتعرف على اسمك؟ نورة. نورة، ما هي أول دولة استخدمت آلة الطباعة؟ ألمانيا. إيش؟ ألمانيا. صح عليك، صح عليك، تستاهل والله، برافو عليك. كيف عرفت إن ألمانيا؟ لأن ألمانيا أصلا متقدمة يعني بالطباعة وزي كذا. فعلا من الدول المتقدمة وبدأت الطباعة والنسخ واللصق وشغل عدل مدل. يعطيك العافية. ما تعرفنا على اسمك؟ نورة. نورة من وين؟ من الرياض. من الرياض. نورة مبروك في استماعنا أول شيء بساعة مقدمة من الركن السويسري، مبروك. شكرا. بالإضافة إلى عطر ومكياج، تستاهلين. شكرا. وختام هالهدايا الجميلة مقدمة من العربية للعود. شكرا، يعطيك العافية. حابة تهني الأهل؟ هني جميع السعوديين كلهم. كل السعوديين، يعطيك العافية. الله يعافيك. فاصل ثم نختم حلقتنا لهالليلة، خليكم معنا. الله يسعدكم اول شيء على متابعتنا في هالحلقه. يمكن كنا ضيوف خفيفين او ثقيلين طين عليكم، لكن استمتعنا معكم خلال شهر رمضان المبارك. اللي شارك معنا الله يسعدهم، اللي ما حالف الحظ الهدف انك شاركت معنا واستمتعت معنا، تعلمنا جزء كبير من الثقافه والاسئله بين الالغاز وبين الثقافه الرياضيه وكذلك الدينيه. الله يسعد كل من شارك معي. شكرا لكم انتم على دعمكم ومتابعتكم معنا. شكرا لكل الرعاه اللي شاركوا معنا. بنختم حلقتنا هالليله بتهنئه العيد من اطفالنا الجميلين اللي معنا في الحلقه، الله يسعدهم. معنا الابطال. شو اسمك اموره؟ شموخ. يلا وش تقولين بالعيد؟ هني ماما وبابا. ما شاء الله. والأمورة شو اسمك؟ ليان. من تهنين بالعيد؟ ماما وبابا بس. وملكنا سلمان. وملكنا سلمان الله يطول بعمره والجميلة الحلوة اللي معانا. من تهنين بالعيد؟ هني بماما وبابا. أقاربي. أقاربي. صديقاتك. صديقاتي. الله يسعدهم. الضفة الجانب الآخر معنا الأمورة الجميلة. وش اسمك يا حلوة؟ هذه نسيت اسمها في البيت وجت أو إنها معيدة من بدري. وش اسمك؟ شادة. يلا من تهنين في العيد، يتابعونك صديقاتك والوالدة والوالد. أهني ماما وبابا والملك سلمان. هناك ناظر كاميرا. أهني ماما وبابا والملك سلمان. ما شاء الله. من تهنين يا أمورة؟ شو اسمك؟ ساحة. من تهنين بالعيد؟ ماما؟ ايه. وبابا؟ ايه. يا سلام. شو اسمك؟ عبد الله. من تهني بالعيد؟ بابا. بس؟ وبابا؟ بابا. ولا البطل؟ اسمي واجد. من تهني بالعيد؟ ماما. ماما وبابا والملك سلمان. يا سلام. وش اسمك يا شطورة؟ نانا. نانا، من تهنين بالعيد؟ الله يسعدكم جميعا. مشاهدي الكرام، تهنئة العيد خذناها باختصار طبعا في برنامج المسابقات، صح عليك. استمتعنا بمشاهدتكم لبرنامجنا. ان اخطانا فمن انفسنا، من الشيطان ونسبنا فمن الله. تحيه حقيقه لاداره سلام مول اللي اتاحوا لنا الفرصه لتسجيل هالحلقه الجميله في عيد الفطر المبارك. شكر طبعا موصول لمنسوبي المركز، من مدير المركز الاستاذ عبد الملك الحكير، وايضا الاستاذ ايضا مسؤول العمليات او مدير العمليات وليد الحكير، ومنسوبين ايضا العمليات فهيد الشهراني وطلال العتيبي وفيصل المطيري وطلال المطيري وهذلول الفهيد. الشكر ايضا لمصورنا اللي تعب معنا حقيقه مدار هالشهر كله من شهر رمضان واليوم موسم العيد. الله يسعدك يا ناصر التخيم على يعني
تواجدك معنا ومعرفة هوية البرنامج وتصويرك لهالحلقات الماضية أو ما سبق من الحلقات. أنتم يعطيكم العافية، تحملون كثير، الله يسعدكم إن شاء الله مواسم قادمة وحلقات قادمة إن شاء الله لبرنامج صح عليك. انتظروا الجديد والمفيد والممتع الشيق. هذا إبراهيم المعيدي، ودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.